المستودع الحالي الذي هو قيد الاستغلال إما دخول الشاحنات وتحت وضع حيز وسكيدما أو حيز الاستغلال. هذه المنشأة ومتمثلة في مركز تخزين وتوزيع المواد البترولية. هذا المركز الذي تم توسعته من الطاقة الاستيعابية الابتدائية التي كانت 8150 متر مكعب بإضافة 180 ألف متر مكعب، فيها 150 ألف متر مكعب من مادة المازوت و 30 ألف متر مكعب من مادة البنزين. هذه المنشأة تحتل المرتبة الثانية على المستوى الوطني بعد مركز تخزين الوقود بمدينة قسنطينة وعلى وجه الخصوص بمدينة الخروم. هذا المركز يغطي احتياجات كل الولايات الغربية والولايات الجنوبية الغربية بالإضافة إلى ولاية الأقواط وغرداية بمعدل تقديري حوالي 6000 متر مكعب يوماً.